الراديو 90 90، هواها مصر. لسه مكملين في حال بلدنا وفي ضيافتنا استاذ ايهاب سمره الخبير الاقتصادي، ويمكن سالته قبل ما نطلع للفاصل الاسئله اللي موجوده في معظم الرسائل اللي جات لنا سواء على 1909 او على صفحتنا، طب السلع هترخص ولا لا مع نزول الدولار 4 جنيه وتقريبا بعض الاسواق نزلت من متابعتي، يعني سوق السيارات نزل، سوق الذهب نزل، باقي السلع هتنزل ولا لا؟ طيب تعالى الاول نرجع لبيان جهاز المركزي للتوقع العامه والاحصاء، ايه اللي غلي قوي وغلي قد ايه. تمام. تكتشف ان التضخم المسؤول الاكبر عنه هو السلع الغذائيه، اكيد اغذيه ومشروبات 19.8 يعني 20% زياده. بينما مثلا السيارات ولا اللي انت ولا حتى المباني زادت في حدود 2% واقل من 2%. بالتالي الازمه الكبرى زياده نسبه التضخم، بس الناس ما تفهمش ان العربيات زادت 2% بس، يعني زياده نسبه التضخم بالظبط. ف 20% مواد غذائيه يا فندم. ايوه انتاجك مش كافي وما كانش كافي، وعندك ازمه اخرى حتى لو انتاج كافي، ازمتين تانية، واحده في المتسرب من البضائع اثناء النقله واثناء التخزين. تمام. ودي يعني كانت ملحوظه في القمح، هدر ثروه والقمح والطماطم والطماطم اترصدوا. عندك الحاجه الثالثه ودي الحقيقه اللي اتكلم عنها اللي هو المصلح وزير التموين السابق وبقى سابق خلاص النهارده، عن وجود جماعات ضغط كارتلز من رجال اعمال او ما يسمى اصحاب مصالح، اصحاب مصالح بيخزنوا السلع ويحبسوها او بيتسببوا في فجوات توريد ما يسمى بالاحتكار في السكر. هو احتكار بس الحقيقه احتكار قله. وبالتشريع بالمناسبه لو انا محتكر، لو حضرتك محتكر ممكن يتقبض عليك وتحاكم بقانون الاحتكار. لكن لو مجموعه مارست الاحتكار بالمسانده والمصالح لوبينج بقى كده معين على حاجه معينه تثبتها قانونا، لما يبقوا 20 وتاجر قرروا يخفوا السكر او مش يخفوه بقى يخزنه في بلد بره، يعني هو بيشتري بالمركب ويوقف المركب في ميناء اخرى خارجيه لحد ما السعر يغلى يقول وبعدين ادخلها. هتثبتها ازاي؟ صعب. دي المقاوم ليها هو الذراع الاقتصادي للدوله اللي هو القطاع العام في الاصل، ولانه بعافيه شويه فقام بيها الجيش. تمام. ما ينفعش يقوم بيها على طول، لازم قطاعنا العام قطاع الاعمال العام يقوم بيها شويه. يمكن نقص الغذاء ده يفسر لك ليه في 4 نواب لوزير الزراعه النهارده اقسامه. تمام. واحده للثروه الحيوانيه والسمكيه والدجنه وحد اظن للقمح والحبوب، يعني تمام. انت ازمه الغذاء هي الاصل فيها. طبعا في المقابل بقى دورنا احنا ايه كشعب، دورنا احنا ايه. بس قبل ما نروح لدورنا، يعني حضرتك بتشوف كده ان هي المفروض ان كلام حضرتك ان السلع تنزل لان اغلبيتها مستورده، فاذا مربوطه بسعر العمله. طب هقول لك انا بتكلم على المدى القصير. المستورد نزل بالفعل اللي هو السيارات، والذهب كمخزن قيمه نزل لان الناس اكتشفت ان في مخزن قيمه اسمه الجنيه قيمته بتزيد، فالناس بتبيع ذهب تجيب جنيه، عشان ما هي دي اللي بيحصل. مخزن الدولار كان سلعه زيه زي الذهب مخزن قيمه، فكان الناس بتخزن فلوسها في الدولار او في الذهب، بعد كده ثبت الذهب واتخزن في الدولار. تمام. بعد كده بقى يتخلى عن الدولار. ده بتكلم على السلع الغذائيه تحديدا، ما في منها كتير مستورد. بص انا توقعاتي والله اعلم انت قبل رمضان هيحصل نزول اسعار جامد، بس باسلوب صدمه العرض اللي هو هعرض كتير عشان اخش في سلسله العرض والطلب، عشان بس ودي وقتيه، بس بقى بالظبط دي مؤقته، صدمه العرض دي هتخلص اخر رمضان، هنعمل ايه؟ ده السؤال. والله كنا نجحنا في ما قاله وعود سيادة الرئيس انه في مليون رأس ماشية مثلا هتدخل مصر هذه السنة. تمام. كل ما يتم استيلادهم انت كده حليت ازمة اللحمة. ممكن ساعات هترخص. احنا قربنا من اكتفاء ذاتي في القمح بالمناسبة السنة اللي فاتت. قرب. لما نحل ازمة الصوانع، جريمة الصوامع اللي حصلت السنة طبعا. اللي فاتت. اكتفاء ذاتي. ما كانت هدف نبيل جدا ومشروع جدا الاكتفاء الذاتي. ما هو انت بقى وانت انتجت بالفعل، لكن حصل فساد. خراب حصل. ومليارات الارقام انت بتشوف اللي بيقبضوا عليهم وبيتصالحوا بفلوس قد ايه، يا خبر ابيض ده مليارات. فانا اتخيل انه وزير الزراعه الحالي لا هيصلح المساله، وله بقى نائب اقصى من القسم ياخد باله الصوامع تشتغل. السكر احنا من الطبيعي ان احنا ما بنحققش اكتفاء ذاتي من السكر الا من سكر البنجر، لان زراعه القصب محدوده بسبب قوه التربه، وده حاجه طبيعيه جدا. والزيوت احنا الحقيقه ما عندناش اكتفاء ذاتي من الزيوت، لازم هتفضل تستوردها، لكن في المقابل ممكن ترجع تصدر رز، تصدر خضار، ما تستوردها خضار. تستوردها الناس كتير بتقول اذا في اسعار لازم تنزل بكره لان السلع دي بتستورد والدولار نزل، في مخزون موجود وفي تلاعب موجود وفي فساد موجود. مخزون لدى تجار، الحقيقه مخزون لدى تجار، والتجار الحقيقه مش هيخسر قانونا ودستورا يا فندم. حضرتك اشتريت حاجه وقلت لا انا مش هبيع، انا اقدر اعمل لك حاجه. ما اقدرش اعمل لك حاجه انت ما بس ما بكون صالح عام وبكون داخله في امن قومي لسلعه استراتيجيه، اعتقد لازم تعمل حاجه. يعني
في حدود انك تستورد بنفسك او جيش يستورد بنفسه، لكن في المقابل انت بيضغط عليه ايه؟ ايه اللي بيضغط على التاجر ده؟ انخفاض استهلاكنا احنا، احجامنا عن الشراء، وفتره صلاحيه السلعه. هي الحاجات دي سلعه غذائيه، دي ليها فتره صلاحيه محدده طبعا. يعني اللي هيخزن طماطم في الثلاجه هم شهرين، الشهر الثالث هيحولها صلصه يعني خلاص. فانت احنا نفسنا كشعب نعي ونظبط استهلاكنا بشكل صارم شويه، وهنضغط على السوق، بالاضافه طبعا لمؤسسات المجتمع المدني. احنا الحقيقه ما شفناش مؤسسات المجتمع المدني دورها الا في حق التظاهر بصراحه يعني، خروج بعض النشطاء بالظبط بس كده. لكن ما شفناش فين جهاز حمايه المستهلك، فين الغرف التجاريه؟ ما الغرفه التجاريه جهاز حمايه المستهلك والله ما تواصل مع اللواء عاطف يعقوب، لان 160 واحد كلنا يعني، هو الجهاز برضو ما عندوش امكانيات. ليه ما يتعملش اجهزه حمايه؟ وما فيش حاجه تمنع ان في كل محافظه، في كل مدينه، في كل منطقه يعملوا جهاز حمايه مستهلك ويتحركوا ولو بصفه فردية، وهياخدوا دعم بشكل أو بآخر. أذكر في إحدى المناطق المتوسطة القديمة يعني العباسية، سيدة فاضلة من حوالي 3 سنين بقت تجمع سيدات فاضلات وتنزل الفجر يعملوا رياضة ويدخلوا السوق. يدخلوا السوق يشوفوا البضاعة وهي نازلة، إيه غالي إيه رخيص، إيه مستوى البضاعة كويس إيه مستوى وحش، ويطلعوا يقفوا على أول الشوارع يبلغوا جاراتهم فلان ده بضاعته غالية ما تشتروش منه كده، هو فلان ده جاله بضاعة ده دورنا حسب. إحنا بقى دور الشعب إحنا بقى. وأنا قدام بقى 3 دقايق وعايز حاجة تكلمنا عن دورنا إحنا بقى. إحنا كلمنا عن دور الحكومة والبرلمان والسياسة النقدية والدولار، دورنا إحنا إيه ممكن؟ شوف دورنا إحنا مصر ولادة طبعا، وهقول دور الشباب اللي النهارده بيتطعم بيهم الجهاز الاداري، فده دور. دور تاني في البرلمان لما نختار نواب، ونوابنا من الشباب بقى يعني يتوتكوا شويه في الممارسه البرلمانيه. دور احنا كشعب سواء منظمات المجتمع المدني او حتى على مستوى افراد، نظبط استهلاكنا شويه. يعني ما ينفعش واحد هو ظبط كده كده عشان مش قادر اجيب اصلا، هايل بقى امسك على كده حسن نفسك. يعني في واحد بيشتكي لي بيقول لي انا مرتبي 2000 جنيه وبيشرب علبتين سجاير مستورد في اليوم، كمان هم 50 جنيه تقريبا. تمام، انت بتشتكي من ايه؟ انت بتشرب علبتين سجاير في اليوم مستورد. يا اخي اظبط، انت بطل سجاير. تمام، بطل سجاير، فوق لنفسك شويه. يعني قلل استهلاكك، قلل استهلاك، رشد، مش هقول قلل، رشد. بس على الاول بيقول لي قلل استهلاكك في السكر، او قلل استهلاكك في القمح، او قلل دي عاده غذائيه هتمشي، لكن في استهلاك اخر حضرتك بتدفعه والكثير من الشعب المصري بيدفعه وهو غير مجدي اطلاقا. انت ناسي ايام ما كانت السلع الصيني ماليه الرور صفه، فتنزل حضرتك تتمشى تصرف لك 100 جنيه ولا اكتر من 100 جنيه وهم ما بنوش عليك اصلا، انت اشتركت توك وكياس وحاجات اترمت مش معنى بالظبط، ما بنش عليك اللي صرفت. لا بس انت صرفت، خد بالك انت صرف لك 100 جنيه في تمشيه. طب هل دوري انا مثلا لو نزلت على سلعه النهارده زي كيس سكر في محل ولقيته غالي ابلغ؟ مصلحه انا عايز اجيب كيس سكر واروح بقى الفايه اللي انا فيه يعني، ما هو ده بقى صعب يعني ابلغ ويسمعوني او ما يسمعونيش. احنا بقى يعني ده المقاومه اللي لازم تحصل في كيس سكر، بطالب بيها، بطالب المقاومه طبعا، بطالب بيها ومش بس على فكره تبلغ، قد يعني القانون مش هيسعفك قوي في ده. لكن لو اتفقت انت وجيرانك ان هذا الراجل بيغلي في السكر مش هنشتري منه، هيرخصه، هو هيبوظ عنده، هنفسد له سياسته الاحتكاريه او التلاعب في الاسعار. احنا بقى احنا ندافع عن مصالحنا، مش لازم الحكومه ما تقدرش تعمل كل حاجه والبرلمان ما يقدرش يعمل كل حاجه، احنا نقدر نعمل، وخاصه الاجهزه الرقابيه في الدوله معفيه، ما فيش غير الرقابه الاداريه اللي شغاله بشكل محترم جدا. يعني في حاجات لم تجرم قانونا. يعني النهارده لو عارض سلعه بسعر غالي، معلش انت بتقول الذهب نزل ب 5 جنيه، كويس، لو جواهرجي راح مغلي الذهب 10 جنيه، مفيش حاجه تحاسبه، مفيش جريمه حصلت، لكن انا امتنع عن شراء الذهب يوم الذهب ينزل. هي دي الصح، بتطالب بسعر استرشادي مثلا او بتطالب الحاجات دي موجوده عشان اللي يخالفها يبقى انا عندي لا مش ده مش منطقي، لا مش منطقي، بطالب بزياده انتاج ده اللي كل اللي نشتغل بس كده، ونرشد استهلاكنا، نكون واعيين واحنا بنستهلك. استاذ ايهاب سمر الخبير الاقتصادي، نورت الراديو 90 90 واستفدت كالعاده، ويا رب يكون كل المستمعين استفادوا، والزياره مكرره ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه ان شاء الله. كل شكر ليه. خلص حلقتنا، وموجودين معاكم الاسبوع الجاي ان شاء الله في حال بلدنا زي ما تعودتم 3 و4 و5، ولكن داي، وهكون معانا زميلتنا علا سمير، واطلاله اخباريه سريعه على اخر المستجدات الاخباريه للدقيقه الاولى للرابعه.